أطلقت مصالح والأمن بي سي دي بالعباس حملة تحسيسية بضرورة الالتزام بالحجر الصحي، حيث بشرت مبادرتها التوعوية لفائدة مستعملي الطريق، وقدمت نصائحا وإرشادات بخصوص الالتزام بأوقات الحجر الصحي لتفادي استعمال السرعة والوقوع في حوادث مرورية. تغطية كانت للزميل محمد أمين حواش. حملة تحسيسية تجنب السرعة المفرطة قبل ساعات الحجر. قبل ساعات يعني راه هذوك 6:30 ماذا بكم منا وجاي تخدم صوالحك قبل السبعة. قبل السبعة. باش تحافظ على روحك وتحافظ على مستعمل الطريق. وهذه قرارات إلا منفعة لكل المواطنين والمواطنات. يبقوا في ديارهم هذا من الأفضل. واللي يقضي الصباح بكري سوالحو يدخل توستويت للدار افان ديفيتي لا بروباغاسيون دو كورونا. نتمنوا باللي كاع الجزائريين يسمعوا لهذا النداء تاع الدوله اللي راه تطبق فيه، هذا منفع علينا كاع ولوليداتنا ولبواتنا، وثاني كما قال حضاره هنايا يتزاير علينا الوقت تاع من 7 ل 7 يريق انسان ثاني يكون شويه خارج على بلعباس ولا ما يزايرش على روحه حدا يدير حوادث مرور ونعيشوا في مشاكل اخرين. المهام المنوطه لمصالح الامن خاصه مصالح الولائيه الامن العمومي لتقوم بعمليات تحسيسيه وتوعويه على مختلف النقاط المراقبه مداخل ومخارج مدينه سيدي بلعباس، حيث لاحظنا ان هناك وقيام عمليه تسرع من طرف المواطنين للالتحاق بمنازلهم بمناسبه الحظر المنزلي الذي اقر من طرف السلطات العليا بدءا من الساعه 7 مساء. وعلى الاساس قمنا بعمليه تحسيسيه وتوعويه على مستوى مختلف النقاط لتحسيس المواطنين بتفادي